لعقود تعلمنا من الأستاذ مفيد، مش بس في الصحافة ولكن أيضا في الحوار التلفزيوني. علمنا إزاي نسأل، دايما كان الجملة بتاعته وأسأل، علمنا نسأل إزاي، علمنا إزاي نعمل التحقيق التلفزيوني في وقت ما كانش فيه إمكانيات. ما سبيرو ما فيش إمكانيات، كان بينزل بكاميرا، بمخرج بكاميرا وينزل في أي سن، وهو صغير وهو كبير، وينزل ويعمل التحقيق الصحفي. لما ينزل مسرح جريمة، لو في جريمة، يسأل أصحابها، يسأل الناس، يحقق، يتعمق. ده الصحفي الذي لم يغادره القلم وهو على شاشة التلفزيون. لما كان بيحاور الكبار سواء أدباء سياسيين، كان لازم يبقى مذاكر، لأنه كان يعمل معدا الأول، كان بيعد برنامج العظيمة أمال العمدة اللي كانت زوجته الراحلة طبعا، كان بيعد. أستاذ مفيد بدأ معدا في التلفزيون، فكان يذاكر الشخصية قبل ما يروح يعمل معاه حوار، قبل ما يقعد مع الشخص ده يبقى عارف هو بيحاور مين. كان بيسأل حول الشخصية، مش بس الشخص، كان يسأل حول الشخص، يجمع الخيوط حول الشخصية. كانت أسئلته زي مشرط الجراح، تدخل في العمق، تجرح أحيانا وتداوي في أحيان أخرى. كتير لما الواحد بيبقى تحت ضغوط المهنة وضغوط الظروف والسياسة، وينسى الواحد أسس الحوار وأسس فن الحوار، برجع كده على اليوتيوب واشوف الاستاذ مفيد فوزي كان بيسال ازاي. ازاي كان السؤال عباره عن ثلاث اربع كلمات، لكنه يقول كل شيء في هذه الكلمات، في سؤال قصير عميق. مسيره طويله من كفاح وتعب، رحله عمر مع الاذاعيه الكبيره امال العمده، وابنه واحده يعني هي رفيقة الدرب والأخت والصديقة زميلتنا حنان مفيد فوزي. الحقيقة أن رحيل أستاذ مفيد هو نهاية جيل، نهاية جيل كامل سبقه الأساتذة الكبار هيكل، أستاذ لويس جريس، أستاذ صلاح منتصر. أنا حضف لهم سمير صبري لأنه كان أيضا علامة في الإعلام وفي التلفزيون. طبعا قبلهم الأستاذ أحمد بهاء الدين. هذا جيل انطوت صفحته، جيل عظيم من الصحافة، جيل عظيم من الإعلام، جيل لا يعوض، لأنه عاش زمنا لن يعود. أشكرك يا أستاذي على كل ما قدمته لي، أشكرك على كل ما علمته لي، أشكرك إنك كنت موجود وإنك تركت لنا كل هذا الإرث من الحوارات اللي هنفضل نتعلم منها. وبقول لكل الصحفيين الشبان، الصحفيين أو اللي بيشتغلوا في مهنة التلفزيون، عايز تتعلم تسأل، اتعلم من مفيد فوزي، فهو الأستاذ.